جينا على الشام وسوينا ترند واحد في الشام، الحين انطروا الجديد. من ساحة الأمويين أبو حمد وأصدقائه يكشفون عن أصولهم السورية. يمكن الظروف شوي تعبانة، بس إنه مهما كان البلد اللي أنت اللي خلقتي فيه تحسينه وايد جميل وايد طيب. مئات آلاف المشاهدات، شهرة واسعة وجدل وتساؤلات، كل هاد لاحق الفيديو العفوي اللي صوره شاب من أمام السيف الدمشقي عم بيوثق من خلاله لحظة مغادرته هو ومجموعة من أصدقائه الأراضي السورية بعد انتهاء زيارتهم. الشيخ مبارك، يلا حيا موفق يا قلبي. كاميرا كيو ميديا التقت بأبو حمد صاحب الفيديو خلال زيارته الثانية للشام وسألنا هل كان متوقع يحقق الفيديو هالانتشار؟ احنا الفيديو لما صورناه والله ما صورناه عشان حاطين في بالنا انه راح ينشهر، احنا صورنا الفيديو والله عفوية، حتى الشباب كنا جدا بالعفوية طلعين احنا، لانه كان معلم مميز وكنا نشوفه على تلفزيون قبل، كانوا يحطون هاي المعلم السيف الدمشقي انه في التلفزيون صح، كنا نشوفه صورناه بس، ولا والله ما عندنا اي نيه ثانيه، وكان حب لنا ان نشوف البلد. شوفي ما شاء الله كيف جميل البلد، الحياه صارت ترجع له، هذا شيء يفرحني انا كسوري اسعد في هذا الشيء. كسوري بهالكلمه فاجانا ابو حمد بالاعلان عن اصوله السوريه. انا ابو حمد، انا من سوريا، من دير الزور من البوكمال، واحنا الشباب كل اللي موجودين من القبائل السوريه اللي من دير الزور، احنا كلنا عشائر وناس جايين من دول الخليج، صار لنا يمكن اللي 10 سنين واللي 17 سنه ما جاء على سوريا، فلذلك احنا جينا زياره عشان نشوف بلدنا ونشوف اهلنا، في ان اهالي هني وان ناس هني، فلذلك هذا يعني احنا ما في الناس قامت تتداول لما نشوف السيارات، هذه سيارات، وكانوا معانا ناس من اخواننا اهل الخليج وروحوا، يعني يجون يروحون هذا شيء ثاني، اما احنا اصلنا ما تكلمنا احنا بجنسيتنا شو اصلا بالفيديوهات. ويبدو هالمعلومه كانت معروفه للبعض، وبالاخص انه تم انتقاد تصرفات ابو حمد واصدقائه واعتبروهم عم يتعاملوا مع بلدهم كسياح خليجيه. اول شيء هذا الانتقاد وصلني مع الاسف من بعض المشاهير اللي موجوده في سوريا، هو لازم يعطي شيء جميل جدا انه في عشائر في بلد مثل سوريا، يعني انت اليوم لما تجي تقول هذول لابسين زي خليجي، هذا زينا العربي، زينا احنا سوريا فيها قبائل، فيها قبائل جدا معروفه في دير الزور في كل سوريا، صح ولا لا؟ واحنا من قبيله، في من الشعيطات، في من طي، انا من قبيله الطي، في من المشاهده، في من كل القبائل موجوده، وهذا لباسنا من يوم احنا وعينا على الدنيا وابائنا واجدادنا يلبسون هذا اللباس، فلذلك انت كمشهور سوري مش من حقك انت تقول في ناس يجون يلبسون اللباس الخليجي ويسوون حالهم خليجيين، لا هذا غلط، انت اليوم توصل فكره للناس الخارجيه انه سوريا ما فيها عرب او ما فيها ناس يلبسون لباس عربي. انت اليوم عم تقصد شادي قاسو؟ لا انا ما اقصد حد، هو اللي قال الفيديو انا ما اعرفه من اصلا، اللي قال الفيديو هو اللي مقصود، مش من حقه انه من حقه يقول هذا الكلام؟ هلا البعض شاف انه انتم عم تتصرفوا بالبلد وكانه انتم خليجيه جايين سياحه. احنا نتعامل معامله اي سوري موجود، ودخلنا بجوازنا ودخلنا بهويتنا ودخلنا نمشي اجراءاتنا، وعلينا انا واحد من الناس دخلت قبل مره كانت علي نشره شرطيه ورحت تميت اراجع حالي حال اي انسان سوري. والفيديو اللي تسبب بشهره ابو حمد بالشام وبس هو كان عفوي، فحتى اجتماعه باصدقائه اللي ظهروا فيه كان بصدفه بحته جمعتهم بعد سنوات من افتراقهم. انتم بالصدفه كلكم اجتمعتوا هون بالشام؟ نعم. والفضل كله يعود للمختار، المختار هو المبدع، صاحب الدليل السياحي، هو صاحب الفكره انه احنا نصور هنا. نعم. وتصفوا السيارات ورا بعض؟ والله صفيناها عفويه، وين نصف؟ هذا دوار، من الاكيد انه بنصف كذي. فالفكره كانت انه فيديو تذكاري عند السيف، ربعنا خلايجه كويتيين قطريين من كل الجناسي يحبون ندزلهم يسالونا في من ربعنا يسالون شنو وضع سوريا يعني؟ شنو الاخبار اللي نفس نسمعها؟ وقاعد نقول لهم الحمد لله الامور طيبه، في الاغلبيه احنا الساعه 5 الصبح قاعد نجي صورنا يعني، فالناس تفكر انه شنو الناس مسكرين الطريق وين السيارات وين الزحمه وين الدنيا، فانه الساعه 5 احنا اصلا ناشرين الفيديو بدون اي مقابل يعني، من ولا فكرنا انه يطلع ترند اصلا. زين تقنعيني بلا اله الا الله؟ والله العظيم ان لما نزلنا الفيديو والله ما فكرنا 1% انه يطلع اكسب لور. الفيديو كله صدفه، الاكسب لور صدفه، ما له ترتيب، ما له اي غايه بل اي موضوع يعني. فجتنا اعتقادات ان انتم مثلا دافعين لكم فلوس، اخذين فلوس لتطلعون صوره البلد باجمل.
هذا كل الكلام غير صحيح. ومو بس هالمعلومة غير صحيحة، فعدد من الأخبار قالت إنه تعرضوا للخطف والاختفاء بعد الفيديو، وهذا اللي دفعوا ليرجعوا على الشام ليكذبوا هالإشاعات. خطف هذا ما شفناه، وحاطين مخطوف، حاطين خوي إنه مخطوف، وإحنا والله وصلنا هناك ورجعنا مرة ثانية عشان نأكد إنه هذا الكلام مو صح. وجولة أبو حمد وأصدقائه ما رح تقتصر على دمشق، فخبرونا إنه رح يزوروا العديد من المناطق بالمحافظات السورية ليظهروا جمالها. في بعض الناس يقول لك انت قاعد تراوي الشيء الزين وتخلي الشيء اللي مو زين. انا جاي سايح، هل يعقل اني انا اروح اصور اشياء خربانه او مكسره؟ من يعقل؟ ما يعقل. انا جاي اصور اشياء جميله، اصور الشيء اللي اقدر عليه. الحين عندنا الرحله الجايه ان شاء الله باذن الله، نطلع حمص ان شاء الله بكره، بعدين طرطوس، وادي النصارى، علاذغيه، مشغيته، ما راح راح نمشي اماكن كثيره يعني. بعدين الحين احنا لانه جينا على الشام وسوينا ترند واحد في الشام، الحين انطروا الجديد. الجديد راح يكون في أجمل الأماكن السياحية في سوريا، راح يعني راح إن شاء الله راح يكون شيء رائع، لأنه في أماكن لازم نسلط الضوء عليها. أبو حمد، أنا عرفت إنه صارت عم تجيكم إعلانات كتير بسوريا. للأمانة صدق جاها تجينا إعلانات، وفي بعض الناس يقولونهم، في واحد من يومين قالوا له في عندي مشهور عنده 2 مليون، قال له أنا ما أحتاجه، أحتاج تجيب أبو حمد. تم يركض ورانا 3 أيام أو 4 أيام يقول خسرت بنزين مليون وأنا أدوركم من مكان لمكان. فلذلك هذه محبتكم، ومحب المحبة ما تنشر بالفلوس، واللي يقدر يجي من خارج سوريا على سوريا والله أنصحه، بلد جميل، بلد رائع. يعني يمكن الظروف شوي تعبانة، بس إنه مهما كان البلد اللي أنت عايشة فيه أو اللي أنت اللي خلقتي فيه أو اللي أنت انولدتي فيه، تحسينه وايد جميل وايد طيب.